السلام عليكم، صباح الخير على الجميع. اليوم طبختي كبسة دجاج، لكن المختلف فيها انها محشية. يلا خلنا نشوف طريقتها مع بعض. حياكم الله واهلا وسهلا في الجميع. يلا خلنا نشوف مكونات طبختنا: رز، دجاج، بصل، زبدة، معجون الطماطم، بهارات صحيحة، بهارات ناعمة، ليمون، ملح، فليفلة خضراء، بالإضافة إلى طماط. أول شغلة رايح أبلش فيها بحضر حشوة الدجاج. حشوة الدجاج مكوناته رمان، خضار مشكل، صنوبر، زبيب، بهارات، فليفلة خضراء وبصل. ويلا خل نبتدي وياكم ونحضر ونشوف طريقة كيف نحشي الدجاج. خلاص الحين نزلنا المكونات حق الحشوة، الحين بنخلطها مع بعض. تعال تعال عندي، تعال يلا خلنا نخلطها بشكل مضبوط. نخلطها بعد ما خلطنا مكونات حشوة الدجاج. خلاص رايح الحين نبتدي ونحشي الدجاج بنفس هذه الطريقة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انهيت حشوة الدجاج زي ما شفتوا، رايح اسكرها بالخيط وبالإبرة. يلا خلنا نبتدي نسكرها مع بعض بنفس هذه الطريقة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نسكر. أيوة، نخيطها تخيط، يعني تخيط عادي بنفس هذه الطريقة. أنهيت عملية التخيط، الحين رايح أقص الخيط وأطلع اللي هو الإبرة بنفس هذه الطريقة. طبعا عندنا زايد من الحشوة نقدر نستخدمها في الطبخة. يلا خلنا نبلش ونبتدي طبختنا وياكم. خلاص رايح ابتدي في الطبخة. اول شغلة بنزل اللي هو الزبدة وبخليها تذوب. ذابت الزبدة بنفس هذا الشكل. الان الحين بننزل المكونات. طبعا هذا بقايا حشوة الدجاج، زدت عليها شوية بصل لأنه ما يكفي، فالحين بنزلها نفس الطريقة هذه. ببتدي أشوحها، بعدين بنزل اللي هو الفليفلة الخضراء، وبعد بنزل البهارات والملح والليمون الناعم وبخلطهم مع بعض. بعد ما حمست حمسة البصل وبقايا الحشوة، الحين خلاص رايح انزل الدجاجة وحمسهم مع بعض. هذا الدجاجة ونزلناها، وباقي البهارات الصحيحة رايح انزلها وحمسهم مع بعض. بعد ما حمست البصل مع الدجاجة، رايح اغطي عليه ينحمس اكثر واكثر على نار هاديه. خلاص الحين رايح امرق عليه الطماط نفس هذه الطريقه، وبنزل عليه معجون الطماط. بمرق عليه بعد قد 5 دقائق وبعدين نكمل وياكم طبختنا. خلنا نسكر عليه بس. خلاص الحين ببطل عليه وبشوف بعد ما نزلت الطماطة هل تمرقت الطماطة أو لا. خلاص قوام الطماطة اللي نبغاه وصل، الحين رايحين ننزل عليه الماي إلي ما تتقطع الدجاجة. طبعا هذه كمية الماي المطلوبة لما تتغطى الدجاجة بشكل عام، ونسكر عليه لمدة
ساعة رايح أغسل الرز وأنقعه إلى ما تستوي الدجاجة. تعال هنا نحاول نحن ما نحرك العيش عشان نحن ما نكسره. نفس هذه الطريقة بعد مضي ساعة إلا خمس ببطل وبشوف الدجاج شلون صار وضعها. خلاص زي ما انتم شايفين الدجاجة خلصت. الحين خلاص بشيلها بطفي عليها النار. خلاص الحين بشيل الدجاجة أساس ان انا انزلها في الفرن تتحمر بنفس هذه الطريقة. بس خلنا نشيل الزوايد. خلاص وسكر عليها. اطلع شوي ورا. خلاص الان الحين رايح انزل الرز الحين بس هذه الطريقة. خلاص نحرك الرز كمية الماء مناسبة. خلاص بس الحين ننتظره يتطافر على ما يقولون وخلاص ونقطع عليه وننزل عليه النار. خلاص الحين نشف الماي رايح ننزل النار ونقطع عليه لمدة ربع ساعة تقريبا. خلاص تنشف العيش ما شاء الله تبارك الله. شوف حبته كيف كبيرة ما شاء الله تبارك الله. شوف خلاص الحين بنزل الدجاجة على الرز ووريكم حشوة الدجاج. شوف ما شاء الله تبارك الله. كنت وياكم في طريقة عمل كبسة الدجاج الحشية. وعلينا وعليكم بالعافية. شكرا على المتابعة.